لابد انه يكون في نقطة شرطة فعالة موجودة في ابو حزام هنا، وزي ما انت شايف يعني من بعد احداث 22/6 اللي حصلت الاخيرة دي، حاول الامن كده يلتفت لينا ويبص لينا بنظرة كويسة وابتدى يجي عندنا يعني، والدنيا مشيت حلوة الحمد لله. بس لازم المصالحات اهم من كل حاجة، المصالحات ووجود الامن، بوجود الامن المصالحات مش هتتم غير بوجود الامن، لازم الامن يكون فعال ومعاه المصالحات ويقضوا على الموضوع ده. بلدنا من 42 المشاكل شغاله فيها وحمره دوم، ما فيش اي حاجه محلاهي. اهم حاجه دلوقتي سيبك من الكراتين والاسفلتات والكهرباء والدنيا دي كلها، اهم حاجه الطار دي ينتسخ خالص ونقطه الدم تترفع من عندنا ويحضر صلح عام، والامن الحكومه تحط يدها معاني. الحكومه كانت الاول سايبانا خالص، ما تولتناش غير من ساعه الحادثه الاخرانيه دي، ونحن من 42 وهي المشاكل شغاله في بلدنا، طار وتسليم سلاح وهد بيوت ومنازل وخرب بيوت ويتم اطفال وارامل، ده ما فيش اي حاجه فيه. دلوقتي نحن عاوزين اهم حاجه المصالحات عامه. نناشد القياده السياسيه والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، عندما ذهب إلى المدينة أول شيء فعله هو المصالحة المجتمعية والمصالحة ما بين الأوس والخزرج لبناء المدينة، ونحن أول شيء نطالب به ألا وهو مصالحة اجتماعية، مصالحة كي نعيش في سلام. إذا تمت المصالحة فيتم بعد ذلك الخدمات، سيتم التعليم. نعم، هل يوجد تعليم؟ نعم، أنا أتعلم، أنا خريج جامعة، وبعد الجامعة نظر لأوضاع البلد قررت الهجرة والسفر إلى الخارج وغير الكثير والكثير والكثير. فلكن لابد قبل أي خطوة يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا سيادة الرئيس، رجاء منك نظرة إلينا بمصالحة مجتمعية، مصالحة لشباب أبو حزام، كل الشباب يرفض العادات والتقاليد، يرفض ما ورثناه عن أبائنا، ليس لنا ذنب فيه، توارثناه من الأب والجد، ولكن لا ذنب لنا فيه.